بتكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. النهارده احنا عند عم صابر، عايزين بقى نشوف الشغل الجديد اللي هو عرضه علينا ونشوف الاسعار ايه والدنيا ايه. صباح الفل يا عم صابر. ازيك يا مدام شيماء؟ عامل ايه دلوقتي؟ الله يبارك فيك. الحمد لله تمام. القناه بتاعتي اتفعلت، وعم صابر قال لي انا هطلع معاك المعرض النهارده بقى علشان الخبر الحلو ده. واحلى مشاهدينك بيجوا لي برده هنا، يعني الله يخليك يا عم صابر، كلهم بيحبوك والله بيشكروا فيك. وانا بحب الناس دي كلها يا رب. ايه الشغل الجديد بقى؟ كل شغلنا الحاجات دي كلها مدام شمال. طبعا كل الشغل اللي عندي، المرايات، الازاز، الفازات، الساعات، كل الحاجات بتاعت العرايس كلها موجوده، وست البيت وكل الحاجات الحلوه موجوده. شوفي كل الموديلات دي كلها اساسي موجوده، العرايس، الكريستالات، الحاجات دي كلها العرايس كله موجود. القطط برده زي ما انت عارفه، الحاجات اللي بتاعت النيش والكلام ده. بكام القطط دي؟ القطه دي ب 50 جنيه. اه في منها اكبر وفي منها اصغر. في تشكيل انا شفته في الفيديو حسب ما سالته. في عندي حاجات زي كده طبعا للعرايس كلهم، كل الاشكال زي كده. بص يا مدام شيماء، كل الحاجات دي للنيش، العرايس ومش العرايس برده، كله بيزوق شقته وبيظبط بيته، كله موجود يعني. الحاجات دي احنا قايلين اسعارها في الفيديوهات اللي قبل كده. وكل حاجتنا يعني الحمد لله السعر ثابت، احنا ما بنغيرش اسعارنا يا مدام شيماء. لا الحمد لله. لا في الحاجات دي كده مدام شيماء برده، كل الحاجات دي للعرايس. المرايه التاتش دي، بص دي المرايه دي بنشحنها. بتشحن باليو اس بي. بتشحن وبتنور تاتش عادي. دي المرايه دي برده اللي بتتكلم دي ب 80. دي ب 60 جنيه. تمام. دي اللي بتكتني كده، وفي حاجه ب 40 جنيه. دي بنشحنها تبقى التاتش بس. دي عاملينها عرض كده. شبابيك الخشب بقى. الحمد لله اتخطفت. لا في كام واحد منهم. دول اتخطفوا، دول يا مدام كل الناس الحمد لله كله كان بيجي على الشباك ده. طبعا هنكرر منه تاني، كده هنكرر من ده تاني. كل الشبابيك دي كده دي كده، كل الشبابيك دي هنكرر منها تاني. في طبعا التابلوهات دي. دي بكام الشبابيك دي يعني؟ ده 250 جنيه. الله. وفي عندي حاجه زي كده التابلوهات، البراميل، الصور المتجمعه دي. ده يعمل حلو قوي. ده يعمل 200 جنيه. 100 جنيه. البرواز 100. 100 جنيه. بالاشكال بتاعته بقى، يعني انا شفت في برج ايفل وفي حاجات مستطيله، تجميع صور برده كده. كل الاشكال دي يا مدام هيعمل 100 جنيه. في برده عندي اشكال ثانيه هوريها لحضرتك. تمام. في حاجه زي كده. اهو. برده ما اسالش بس يا مدام. حاجة زي كده. اهو. في عندي شكل الشجرة زي كده. ده كده ده 100 جنيه. حاجة زي كده برضو من الموديل ده 100 جنيه. هو بتيجي كذا موديل وكذا شكل 100 جنيه. ده 90 جنيه. دي اللي هي مرايتين وساعة في النص. دي في منهم تشكيلة بقى، في زي كده وفي كده وفي برضو الشكل ده. في تشكيلة. وفي حاجه اسمها في التراويش دي، ثلاثه بيتجمعوا مع بعض. اسمها ايه؟ مريم الرودي. مريم الرودي. بكام دول يا عم صابر؟ ده 90 جنيه. ب 90. بصوا الحجم قد ايه بقى؟ ده ثلاثه مع بعض. ثلاث قطع، في منها بتاع الاطفال وفي كده بتوع الكبار كمان. كل يوم هيبقى عندي جديد، وكل يوم في بضاعه كويسه يعني. في الشمعدانات دي. الكريستال دول الخمسه بكام؟ عشان حد سالني عليه في التعليقات. الخمسه يعمل 400 جنيه. 400 تمام. واحنا قلنا دوت ب 350؟ 250. 250. والثلاثه ب 350. هي الاسعار بتاعتي يا مدام ثابته، وانت عارفه ان انا ما بغيرش الاسعار يعني. طبعا يا عم صابر. في حاجات جديده برضو اهي. دي حاجات جديده. اليونيفورم دي تحفه بقى. حاجه زي كده دي كلها ازاز وكريستالات دي. طبعا جميله ديت. حلوه قوي. كل الاشكال الجديده موجوده. بكام دي يا عم صابر؟ عشان دي هتجنن الناس انا عارفه. دي ب 50 جنيه بس. تحفه، حلوه قوي. والاشكال بتاعت اللي انت وريته لنا اهو واهو. في منه مقاس كبير ومقاس صغير، وفي حاجه اسمها العائله برضه هنعرضها. مجموعه مع بعض بنسميها. هتعرضها مع حد تاني غيري؟ لا انت تنورينا. الله يخليك يا عم صابر. في عندنا احلى طاووس ده لاحلى عرايس. كريستالات النيش دي حلوه قوي. دي حاجات بقى مش هقول انا عشان ده كان فال وحش لما قلت مطلقين، بس لا مالناش دعوه بيهم. لا انا برضه لازم يظبطوا نفسهم ويروقوا شقتهم برضه. ده للعرايس وست البيت والمطلقه والعزبه وكل حاجه بقى. طيب ماشي. يا رب استر عليا يا رب. لا ما تخافيش، انت خايفه من الكانسر؟ لا ما تقلقيش. لا مالكيش اعداء انت عشان يسرقوا منك القناه. الحمد لله. ولا انت والله يا عم صابر، حبايبك كتير. حبايبي كتير بس اعدائي كتير يعني. في حاجات زي كده. دي بصي عربيه بيبي حلوه قوي. الحاجات دي الكريستالات بتاعت النيش دي 20 25. ايوه. والساعه بتاعت المطبخ دي برده. دي كانت بكام يا عم صابر؟ زي ما هي ب 50. في الالوان بتاعتها بقى، في احمر وفي ازرق وكان في لون اوكسدي كده. كل ده موجوده مش مدام شيماء، الحاجات دي كلها موجوده. في حاجات بتاعت الاطفال دي بقى، والفراغ بتاع الاطفال، ساعات الاطفال كل الاشكال موجوده. بصي الساعات دي
حاجات نظيفه وحاجات كويسه. بكام يا عم؟ كانت حد قال لي مره زبونه هنا من 40 ل 60 60 وطورنا شويه جبنا حاجات احسن شويه اتعدت تعمل 90 جنيه. تمام. انت كل حاجتك حلوه يا مصطفى. وعندنا دي حاجه زي كده 15 جنيه برده لكل عروسه. التحف دي الحاجات الصغيره برده موجوده. مجاميع الورد دي في منها الوان كتير بقى أب. اللبني والموف والبينك وفي ايه تاني كتير وفي الابيض. كلمني بقى عن الساعه التحفه دي. بص الساعة دي حلوة قوي قوي قوي. دي كريستالات مش ازاز ابيض. دي جنجر. دي لون جنجر كده تحفة. واللي عاملة زي فروع الشجر دي فيها جليتر. بكام الساعة الجميلة دي يا عم صابر؟ نعم. بكام الساعة الجميلة دي؟ دي 175. والله يا بلاش حلوة جدا على الحجم بتاعها. فعلا هي كبيرة جدا وحلوة قوي. طبعا انت عايز ما احلى حاجة يا ابو صابر انت بحس ان انت بتختار البضاعة بتاعتك فيها ذوق جميل جدا. احنا برضو ربنا موقف ناس معانا الحمد لله وبيساعدونا ربنا بيكرمنا. يعني في عندنا علب المناديل دي. العلبة دي انا هتجنن عليها. جميلة شياكة قوي وماسكة نفسها كده تقيلة. ده شغل كده حاجة نظيفة قوي. حاجة نظيفة قوي. الشغل برضو خشب فضي بسيرفر كده. دي حاجه نضيفه قوي. كل ده الحاجات العرايس ست البيت كل الناس الحلوه كل الحاجات دي يبقى عندها في الشقه موجوده عندها. دي هتعمل 150 جنيه. 150 حلوه قوي. في حاجه ودرجه اللون بتاعتها مطفيه مش اللمعه. ايه ده كده؟ ممكن احنا نبيع دي لوحدها. ممكن ابيعها في باسكت الزباله مع الباسكت. ممكن ده هو لا مؤاخذه بيقولوا باسكت زباله بس ده يمشي للجرانين المجلات. بالظبط. يعني كده منظر تحفه. بالظبط. يعني انا بقول لمؤاخذه في اللفظ ده زباله بس هو لا هو احنا هو شكله ديكور حلو قوي. ديكور يمشي ويمشي لو عاوزه حوض زرع يمشي حوض زرع عشان بلاستيك. والله فكره. ايوه بالظبط. بس زرع صناعي. زرع لو ممكن طبيعي وممكن صناعي عشان. وعندنا البرواز الساقية ده. البرواز ده تحفه. سالت عليه كتير برده في التعليقات ب 150 ده يا عم صابر. 150 طبعا. انا عايزه اقول لكم هو تقيل مش خفيف. لا انا مش عارفه هي خامته ايه بس هو تقيل. خامه زي البلاستيك كده اكريليك. حاجه نظيفه قوي. ده اسمه احنا بنقول عليه الزقازيق الساقيه. يعني اللي يعرف الزقازيق كده اللي كان من سن يعني يعرف يعني ايه الزقازيق. احنا المرجيحه دي عارفينها. دي بنقول عليها الساقيه. اتربينا عليها دي. دي بتاعت المرجحة دي بعد الغلابة يعني زمان احنا. اللي ورا ده ايه يا عم صابر؟ دي فازات جديدة ولا حاجة تانية؟ دي المجسمات بتاعت العرايس يعني يا حبيبي. بصوا طقم الصواني ده. ده الطقم ده 250 جنيه. الصينية الصغيرة حلوة يعني تشيل ايه 8 كوبايات؟ الصينية لوحدها ما دام بتتباع ب 300 جنيه عند اي حد. تمام. الصينية كلها الطقم كله 250 جنيه. خشب اركيد. كلهم ابيض يا عم صابر ولا في منهم الوان؟ ابيض وروز في الاشكال دي. لا الحرف ده كله ابيض. الفريم كله بيطلع ابيض. الفريم كله ابيض. ده الاشكال. هي الاشكال بتتغير من جوه. تمشي في صينيه تقديم صينيه شوكولاته. هي جميله قوي. اصغر صينيه تشيلها حوالي 8 كوبايات يعني حجمها حلو. كل ما تكبري طبعا بتشيل كاسات كوبايات اكتر. في ده طبعا ده برده يعني بصوا. دي تحفه. دي موجوده عنده في المعرض تحت بس احنا طلعنا هنا على طول بقى. عم صابر حب يحتفل بيا النهارده كده. ربنا يكرمك يا عم صابر. وناخد حته من التورتايه النهارده ان شاء الله طبعا. بص دي بقى دي ب 100 جنيه ب 100 وفي الوان ثانيه منها. طبعا يا مدام. تمام. دي بقى في القطيفه منها وفي زي كده. بص العلبه زي كده. بص دي حلوه قوي. دي بنفتحها من العلبه تيجي من بلدها كده. دي اكبر شويه صح؟ دي علبتها اكبر. لا مقاس اكبر. دي بتيجي من بلدها كده بالفينش ده. لكن يعني احنا ما نقولش عليها تماثيل يعني عشان انا ما بحبش. لا مفيش تماثيل معلش يعني. انا ما بحبش التماثيل عشان الناس قالوا لي لا حرام تشرب التماثيل. على رأي مدام مها تقول لك احنا بنجيبهم نهنهم. احنا بنحطهم في مطبخ بنحطهم هنا يعني. طبعا دي واحده بقى ماشيه كده ما اعرفش بقى ده حلال ولا حرام. ربنا يسهلها. دي طبعا دي منظم للاستورات طبعا البنات كلها عارفينه العرايس. تمام. كل. هي بس دي واقفه رجلها متغطيه ودي واقفه على حاجه ولابسه شوز بكعب عالي. هو ده الفرق يعني. هي رجلها متغطيه بس ظهرها مش متغطي. علينا. في حاجه زي كده مدام. دي ب 150 ب 100 جنيه بس ب 100 بكل الواناتها. بص دي كمان والثانيه قلت 100 صح؟ الثانيه 80 80. يبقى دي 80 ودي 100. هم مقاسين. تمام. الله اللون البيج ده حلو قوي. كل واحده على حسب الديكور وعلى حسب فساتينها وعلى حسب الحاجه اللي بتحبها. احنا بنعمل بنجيب الجديد طبعا. في برضه في مفاجاه الاسبوع الجاي مدام. في شغل حاجات حلوه هتعجبك.
الله هجي لك يا عم صابر. قول لي اجي لك امتى وانا هجي لك على طول. كل يوم عدوا عليا برضه حبايبي لازم معايا على طول طبعاً. عشان لو عشان انا ايه بتحمى فيكم برضه. انا كل ما بنزل بعدي عليك. انا كل شويه جايه لك. انا ايه بص يا مدام حاجه زي كده بص كده عندنا تفاصيلها حلوه قوي. عندنا مفاجاه بقى برضه مدام على قناتك برضه جميله. بص يا مدام ده برج ايفل اكبر مقاس. كل المقاسات اللي احنا كنا بنجيبها كان كده اربع مقاسات. ده كده ده اكبر اربع مقاسات. ده كنا بنجيب البرج ده اول مره نجيبه كنا ده جوه اكبر حاجه. وكمان جددنا برده ما دام شباب ده معمول مميه معمول مميه أيوه ذهب. ده اكبر مقاس معمول ما يغيرش لونه يعني. لا 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 ده ب 50 جنيه بس يا مدام. والله وده ده يعمل 90 جنيه. ما ده كبير. ده اكبر حجم. كل اشكال كل اشكال موجوده. تمام. عندنا برده حاجه زي كده ما دام شباب. بص يا مدام حاجه زي كده دي كده ده الحاجات دي بتاعت العرايس. ده الكريستالات ده بالواناتها دي اللي بتتحط في النيش وبتتحط في الكاسات الكبيره بتحطيها ديكور كده حلو قوي. بص يا مدام وفي منها الوان كمان. بص تفتح كده الكراتين دي كل ده الحاجات بتاعت العرايس للنيش. ده كده كله موجود. ده كيس ب 20 جنيه وعندي كيس ب 30 جنيه حبايه صغيره كمان. اصغر من كده فيها عدد كتير. ودي لما الحاجات دي تترمي على رف النيش مع الكاسات بتدي شكل حلو قوي. ده الديكور لكل الناس بتعوز. طبعا طبعا ده مدام انت عارفه دي ايه بقى اقول لكم الفيله. في منها فيله العين الزرقاء صح اقول لكم. ايوه بس دي كل دي كل دي فيله يا مدام. اقول لكم الاشكال كلهم فيله. طبعا احنا مع للاسف انا كنت عاوز اعملهم لي خرفان بس انا بس انت جيت لقيتهم فيله. دلوقتي بصوا الالوان ده كده دي ب 60 جنيه يا مدام. حلوه قوي. دي خرزه زرقاء كده بيتحط على ده شغل بيقول عليه شغل الهندي شويه بس هو طبعا الخمس سنين كلها. هي الفيله معروفه هندي على طول. وفي خرفان مصريه كده هنعملها ان شاء الله. شد حيلك بس معانا يا عم صابر. اهو معانا معاكم. الله يخليك. في الشكل ده هوريكوا شكل تاني جايه لك اهو. وفي الشكل ده بيتركب له رف صغير هنا هنا علقات طبعا بس باخد واحده ثانيه غير دي. بس دي حلوه قوي برده. دول ب 75. دي برضو كله عرايس حاجه زي كده. دي ساعه زي كده دي ب 90 جنيه بس. يا مدام فضي وذهبي. حاجه زي كده ولون الخشب دي ب 60 جنيه. يعني ب 60 جنيه الديكور بيت عندك هتلاقي دي اصغر شويه. دي ب 60 جنيه. تمام. الناس بتزهق اللي انا بقوله. بص بيرمي الحاجه ازاي ده حاجه زي كده برضو. بص بيرمي الحاجه ازاي ده بيرمي شغل 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 ما شاء الله ما فيهوش. بس عايز الاقي 90 جنيه حلوه قوي ديت يا عم صابر. السبعينات دي برضو يا مدام. بص دي كريستالات. دي حاجات ففي حاجات جديده انا ماليش نفس اعرض حاجه دلوقتي. واو بكام دي؟ دي تعمل 80 جنيه. 80 ماشي. حاجه زي كده. عايزك برضو عايزك يا مدام شيماء جمدي قلبك برضه. المشاهدين بتوعك ناس حلوه قوي بيقولوا لي من طرفك ناس زي الفل. والله بيحبوك وبيشكروا فيك. جمدي قلبك وما تتكسفيش من حد. اتكلمي وبعمعي كده. انا اهو صوتي طلع النهارده اهو. لا عينينا ليك. في عندنا المنظمات دي كده. الحاجات دي سالوا عليها لاني صورتها صور بس في موسيقى كده قالوا لي عايزين نعرف سعرها. في عندنا حاجات 150 120 وعندنا حاجات دايره بتلف. في تشكيله هناك اوريك بقى تعالى اتفضل. ده في عندي حاجات زي كده. الله دي حلوه قوي. حاجه زي كده دي منام دي اللي بتلف. لا بصي ده الطقم ده كده بيلف كده كده. الدرج كبير من ناحيتين. دي على الناحيه دي والناحيه دي كده وزي كده. في منه درفتين هنا من عندك المنظمات الانسيال كده. في حاجه زي كده. انا هشرح بقى كل حاجه. هنا بتحط الخواتم يا جماعه. لو عاوزه تخبي حاجه من جوزها تخبي تخبي براحتك. طبعا يعني عادي كله شغال يعني. طبيعي بتاعنا. في حاجه زي كده كله موجود يا مدام. دي اللي اعلى سعر فيهم اللي هي بكام؟ بتعمل 200 جنيه. 200 يعني اعلى حاجه فيهم يا جماعه 200 جنيه. حلو قوي. بصي يا مدام شيماء في حاجات زي كده حاجه 80 حاجه 90 حاجه 120 برضو. المنظمات الفظيعه دي فظيعه منها باشكالها زي كده بالواناتها دي كله ده. وفي جديد بقى انا طبعا احنا زي ما احنا قايلين دي ب 350 ودي ب 650. ايوه دي حاجات المنظمات. دي في منها الذهبي ودي في منها الفضي. وفي حاجات جت منها اعلى شويه هعرضها لكم برده لما تيجي المره الجايه تصوري ان شاء الله. هوريك الجديد برده منها. المرايات كلها هي حاجه زي كده. دي المرايه كلها دي ب 60 جنيه لغايه المرايه عندي ب 40 جنيه. اللي ب 40 اللي هي القلب اللي زي كده. القلب ايوه في منها قلب زي كده مدام. ده برده ده القلب اللي ب 40 يا بنات. حاجه زي كده مدام عندي.
دي العروسه اللي بتلف دي برضو ترقص بلدي. ترقص بلدي ولا ترقص بلدي؟ بلدي يا عم. بلدي على البلد. دي موجوده بقى بكل تشكيلها، كله في العرايس وفي الشيف. الشيف ده بقى الشيف ده بكام؟ ب 90. ده ب 150 بتاع المطبخ الثاني ابو 50 جنيه موجود تحت عندي. عشان كان في حد من فتره سالني على الشيف ده بس انا ما كنتش عارفه. بمقاسات بمقاسات من اول الشيف 15 جنيه، من اول 10 جنيه بتاع لازق الثلاجه عندي. هوريك الشيفات لازق الثلاجه برده من هنا. انا زي كده ده ده للاطفال بيقدم بيت. هو جميل. تحط لهم جبن النستو كده مو يعني ست البيت تقدمه للاطفال. بس في منه الوان يعني، ده ازرق اهو وده على لون اورنج، وفي الوان ثانيه كان في منه على بيج، والتشكيل بتاع الفساتين برده اهي بتاعت الاكسسوارز. بصوا كمان الفيل ده بنحط الكبير فالاصغر فالاصغر فالاصغر، هما سبع فيله. في كمان بصي مدام شيماء ده جاي تاني، بس هي مش شيماء حاجه زي كده. دي بقى في منها حصينه وفي جمال. بص الجمل اهو، الجمل اهو. بصي يا مدام ده الجمل موجود هنا عندنا، في الفيال، في الحصينه، في كل الحاجات الحلوه كلها موجوده ان شاء الله. في التشكيله بتاعتها كلها. يعني الطقم ده كله يعمل 100 جنيه. تمام. كده؟ بس انت بتشاوري لي بتقول قول اسعار، انا بقولي على طول يعني. دي بتتجنن دي، دي عايز تشتري كل حاجه. لا عينينا ليك. الله يخليك يا مصطفى. ده اخر خروق، ده اخر فيل كان تايه كده رجعته جنب جنب امه كده. بصي حاجه زي كده. الحاجات دي حلوه قوي لما تتحط ديكور في البيت تحفه. لا وفي صور. بصي يا مدام، في الصور بقى السرياليه اللي احنا بنعملها دلوقتي، في الصور السرياليه. حاجة دي السور السريالي دي. في بقى تشكيلة من محتوى دي عبارة عن ايه يا عم صابر؟ يعني دي كده حاجات هدايا كده اهو. لعبة كده هدية. بتنور بتنور. بتهز كده. دي ديكور كده، حاجات حلوة حلوة قوي. في الشيف بقى اللي ماسك الموز ده، والشيف اللي ماسك العنب، وفي الشيف برضه اللي ماسك البطيخة. يعني كل شيف على حسب. كان في شيف ماسك عيش، وكان في شيف ماسك قرع عسل. ده الشيف مسيطر بصراحه. لا لا، في شيف ماسك الفراوله. الفراوله. كله ده موجود يا مدام. بكام دي يا عم صابر؟ دي تعمل 50 جنيه. دي بموسيقى بس ما فيهاش حجره، تدي بتنور وتدي صوت. دي حلوه قوي لو هديه، هي تحفه وسعرها مناسب جدا. الرفوف كلها مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في برضو ما شاء الله، في لا اله الا الله، في داخل الدار صلى على النبي المختار. دي قل اعوذ برب الفلق. دي حاجه زي كده. بما انها كافيه يعني قل اعوذ برب الفلق. لا لا، في حاجات حلوه قوي. في ناس معينه زي ما خايفين من كورونا كده بيخافوا من حاجات معينه، بجيبها بجيب لهم كل حاجه. ايوه بالظبط، كل حاجه ليها زبونها. وعم صابر بيجيب كل حاجه، ما بيسيبش اي حاجه. حتى يعني احنا حتى العيش هنا غيران مننا يعمل زينا. بس كده عندنا بقى العيش اللي احنا بنقول عليه التوست. الكايزر. كل دي الشيفات المغناطيس بتاع الثلاجه. في عندنا طبق الفاكهه. في عندنا الهمبرجر. الله جوعتني يا عم صابر. لا في نجيب لك فطار على فطار، بس انا بفطر. الله يخليك يا عم صابر. انا بفطر فول بتاع الغلابه يا مدام. يعني كتير قوي الفطار، كل حاجه موجوده يا مدام عندنا. بصي بقى ده اللي انا مشهور بيه بقى يا مدام، ده اللي انا بجيبه في كل مره في القناه بتاعتي. انا عايز اقول لك، انا ساعة ما جبت الراجل ده جوزي كل ما تشوفهم تقول لي شكلهم ايه على الحقيقه. الراجل الراجل ده الراجل ده كان سيسيد بتاع دلوقتي، مش سيسيد بتاع زمان. بصي بنلاقي ده مش سيسيد بتاع دلوقتي يا جماعه، واخدين بالكم؟ ده هو ده وصل لمرحله ما يعملش حاجه غير كده. لا ما هي كمان ماسكه ورده بتمسح له وشي يا عم صابر. لا مش هنا، دي ماسكه قطه، دي الواحده الثانيه ورا هنا. ثانيه وواحده ثانيه شايله قطه وقاعدين بيلعبوا طاوله ولا حاجه مع بعض يعني. في منها اللي بيلعب طاوله وفي منها اللي التشكيله انا مصوره التشكيله بتاعتها كلها. كل ده موجود اهو، كله هيوصل للمرحله دي بعد اذن الناس، ما فيش حد يزعل مني، كلنا وصلنا للمرحله دي. لسه لا هنوصل يا ما كبرناش يا عم صابر. لا ما مش مرحله السن، حاجه معينه. اللي واخدها على العجله اهو. ايوه انا شفت اللي واخدها وراه. واللي واخدها على العجله قدامي دي، واللي بتمسح عرقه ده يعني. هي خلاص ما فيش حاجه غير كده يعملوها. دي الحاجات دي للعرايس كلها. التحف. انا عندي الاخشاب زي ما انا قلت لكم. الحاجات دي سعرها حلو قوي. ب 10 جنيه 15 جنيه حاجه زي كده. حاجه زي كده برضو دباديب. دي كام الدباديب؟ دي ب 30. حاجه زي كده. السفينه بقى الحاجات الحلوه التحفه دي. بصي يا مدام. الله حلوه قوي دي. دي السفينه بقى. بصي يا مدام. دي تخبطي على الازازه كده هتنور. دي سفينه يا مدام شيماء. بصي الالوان بقى، الالوان احمر وازرق، الفيل ازرق احمر واسود.
وفي بيج اهو. انا عاوزك ندعي لمادو النهارده عشان تعبانه، ربنا يشفيها. انا بحبها وبحب طريقتها جميله ومتابعاك يا مادو على فكره. مادو اتخبطت امبارح وهي مروحه وهي طالعه البيت، اتخبطت بالموتوسيكل. لا الف سلامه عليك يا ما اعرفش حد زقها ولا ايه. لا 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 مش لدرجه. برضه ربنا يشفيها يعني. الف سلامه عليك يا حبيبتي، وان شاء الله تيجي تاني على طول هنا عند عم صابر، وعم صابر قلقان عليكي قوي. ربنا يقومك بالسلامه يا رب. مش من عندي بقى حد عشان هم عارفين هي بتشتم في الخرفان. يبقى انا حد خبطها بالموتوسيكل وهي طالعه. لا مش للدرجه دي يا عم. معرفش بقى ايه اللي حصل لها. ربنا يشفيها وانا نحلقها النهارده بالليل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. في حاجه زي كده؟ في حاجه زي كده. ده اسمه جرد الرشاش. ده موجود. العجله اللي ورا دي. دي حاجه زي كده. دي المحطه. دي المحطه. دول ده سي سيد وهو صغير. اللي وصل للمرحله اللي انت شفتها. دول واخدين بعض على حب بقى. ده حب عائلي ولا جواز عائلي بيقولوا. بيقولوا ايه؟ حاجه زي كده. دي حاجه زي كده. دي حاجه زي كده مدام. بتاع العلبه دي كده. دي عروسه جوه قوقعه كده بيسموها ايه مش عارف. بلوره. حاجه زي كده. دي عروسه من جوه كده. تبقى نايمه. الله. عروسه كده تبقى نايمه كده. دي تعمل 30 جنيه دي. الله حلو قوي. في من عروسه نايمه وعروسه متحركه كذا شكل يعني. سعرها حلو قوي وحجمها حلو. في كتير قوي يا مدام، اشكال منها كتير قوي. في عندنا البرية. طب لو هديه فيها ثلاث احجام. ثلاث احجام 20 20 25 15. دي المقاسات دي كلها. دي الطابلو بتاع الصوره كله موجود. كل الوانها حلوه قوي. كل الاشكال موجوده من عندنا. برده الشجره زي كده. دي الحبيبه. دي 90 صح؟ دي الحبيبه برده. عامله زي كده. ده العريس والعروسه. مصابر رومانسي بيجيب لنا كل حاجه عن الحب يا جماعه. انا عشان انا ما حبش. ايه ده هي لوحدها؟ لا ما هو انا اهو سابها ومشي. انا جبته تاني وقعدته. هو كان بيجيب لها ورده مخبيه وراها كده. يعني راح جاب لها ورده وده بتتشال. عم صابر بيحب التفاصيل يا جماعه. دول لما اتخطبوا بقى. الموضوع من اوله. انا ماشي معاهم يعني لغايه ما ودوني مرحله. ومن هما في المدرسه واتخطبوا لغايه ما بقوا تيتا وجدو. كله موجود. هي كانت نايمه. ما اعرفش غير اعرض واعمل كده للزبون. خد ما خدش الزبون. الله يخليك يا عم صاحبي. عايزه كده. حبيبتي حلوه قوي 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 قوي. يعني لو اخدت الوحدات المربعه بتاعت عم صابر ام 35 و75 الحاجات دي وتحطوا فيها حاجات بسيطه زي كده شيكتوا الدنيا وباسعار يعني بسيطه جدا. والله اي عروسه بتجيلي من اي محافظه اللهم لك الحمد بتمشي انا مبسوطه بتمشي فرحانه. الحمد لله. حاجات بسيطه وسعرها حلو. انا عايزه اشكر البنوته اللي كلمتني عندك المره اللي فاتت دينا او دنيا اللي من اسوان. نورتيني يا دينا. تقريبا دينا وشكر لي مامتك كتير. واسوان دول احسن ناس. اطيب ناس. ومسي ليكي استبحت استباحه جميله جدا على صوتك يا حبيبتي. اطيب ناس بتوع اسوان وبتوع النوبه واطيب ناس الشعب المصري كله مدام. الله يخليك يا عم صابر. يعني كفايه الموقف حصل لي. انا ما بنامش من كتر التليفونات اللي الناس بتكلمني على اللي حصل لي. والله الناس زعلانه. ما حصلش حاجه وحشه. ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. الناس زعلانه. الناس زعلانه اللي حصل وعارفين مين اللي بيزق الناس عليا. انا وانا بعمل ايه غير الناس؟ هنا في احتان معاهم ملايين. معاهم ملايين. ما بتعملش معاهم اللي بتعمل معايا. المكان بتاعي اللهم لك الحمد بتاع اي حد عاوز يصور ما يصورش اي حاجه اللي عاوزه. انا مكاني مرفوع لاي حد. الله يخليك. وانا ما بزعلش حد. وانا بزعل 10 دقايق وخلاص. عشان انت قلبك طيب. الحمد لله يعني. الله يخليك يا عم صابر. بشكر المشاهدين بتوعكم. ميرسي ليك يا عم صابر نورتني. وانا مبسوطه اني صورت معاك النهارده. شرفوني. حتى الحلوين دول. شرفوني. تسلم لي ربنا يخليك. النهارده الفيديو بتاعنا خلص. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.